السلام عليكم. النهارده في تقليد جديد الاول اتبعناه عشان ان احنا في استبيان اتوزع على حضراتكم. الاستبيان ده مهم جدا او استطلاع الراي ده مهم جدا في اهم نقطه عندي اللي هي اختياركم للموضوعات اللي جايه. يعني انا عايز دايما الموضوع اكتر موضوع هيبقى فيه اشتراك بينكم من بعض في اختياره هيبقى هو موضوع اللقاء القانوني الشهري الجاي. احنا اللقاء بتاعنا ثابت الخميس الاول من كل شهر، فاللقاء القانوني الشهري بتاعنا اختياركم هو اللي هيبني اللقاء. وبالتالي يا ريت نبقى حريصين في الاستطلاع ان احنا نكتب اختيارنا للموضوع القانوني اللي احنا نطرحه في المره الجايه ان شاء الله. تاني حاجه ان احنا متفقين ان ده لقاء قانوني نقدر نعمل له تبادل خبرات، تدريب مشترك بيننا وبين بعض، انا بتدرب منكم وانتم بتتدربوا معايا، لكن مش محاضره. مش احنا خلاص خرجنا من فكره المحاضره، دخلنا وخلصنا كلياتنا، لو في طلبه موجودين بيننا مفيش مشكله يبقى بياخدوا الخبره الحياه العمليه، لكن انا دايما بقول احنا لقاءنا ده لتبادل الخبرات، انا النهارده عايز اسمع منكم كتير باذن الله ان شاء الله. الموضوع بتاع النهارده موضوع غايه في الاهميه. بس عشان نقدر نفهم احنا بنتكلم في ايه، لازم الاول ضبط المصطلحات. لما اقول كلمه التزوير يجي في ذهنك حاجات كتيره قوي، صح؟ يجي في ذهنك فكره جرائم التزوير اللي هي موضوعنا النهارده، ويجي في ذهنك فكره التزوير كوسيله من وسائل الاثبات اللي جايه في قانون الاثبات التزوير في الشأن المدني، ويجي في ذهنك فكره الطعن بالتزوير واجراءات الطعن بالتزوير، واحب اطعن بالتزوير ازاي، واجراءات الطعن بالتزوير تختلف برضو الطريق اللي رسمه قانون الاجراءات الجنائيه عن القانون اللي رسمه، او اسف الطريق اللي رسمه ايه قانون الاثبات. فبالتالي ضبط المصطلحات يخلينا ايه احنا ان شاء الله باذن الله في يوم ما في لقاء من اللقاءات الجايه حسب اختياراتكم يمكن نتكلم عن التزوير المدني لو حبيته، والتزوير كوسيله من وسائل النفي والاثبات في قانون الاثبات. ممكن نتكلم عن طريق الطعن بالتزوير لو انا مستند مزور وعايز اطعن عليه سواء في الطريق الجنائي او الطريق المدني. لكن النهارده تحديدا احنا بنتكلم حضرتك محامي جالك متهم في جريمه تزوير، وبالتالي احنا بنتكلم النهارده ايه عن جرائم التزوير في المحررات الرسميه والعرفيه و جرائم استعمال هذه المحررات، لانه قد تقترن جريمه التزوير بجريمه الاستعمال وقد تستقل جريمه الاستعمال عن جريمه التزوير. يبقى احنا عرفنا احنا رايحين فين؟ رايحين في الجرائم. عندنا شويه القانون المصري الحقيقه، معرفش الكلام ده ممكن تكونوا سمعتوه ولا مش سمعتوش، بس عارف موضوع التزوير قانون العقوبات المصري اصلا فيه مشكله ان هو قانون قديم جدا، قانون قديم جدا و انا اسف جدا بس اثار البرد. قانون العقوبات المصري قانون قديم جدا، فللاسف مستخدم لغه قديمه شويه في موضوع التزوير، سايح شويه. عندنا خلط بين فكره التقليد والاصطناع والتزوير. عندنا الباب السادس عشر، الباب السادس عشر اسف من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حدد جرائم التزوير والتقليد، لكن هنلقاه في الباب اللي قبله وهو بيتكلم عن الزيوف والمسكوكات المزوره وكده خلط شويه. وخلي بالكوا التزييف دايما يجي عند على ايه؟ العمله. كلمه تزييف العمله، انما كلمه تزوير محرم، تمام؟ فهو في خلط شويه. وبعدين حتى بعد الباب ال 16 ده جه في الباب ال 17 واتكلم عن تقليد علامات البوستة والتلغراف ومش عارفين اللي هي اصلا شبيهة باللي موجود بالباب ال 16، وتلاقي جريمة تختلط مع جريمة وجريمة تغني عن جريمة. فعشان كده التزوير في حقيقته هو فكرة واركان، ثم بعد ذلك تبتدي تشوف النص اللي بينطبق، سواء بينطبق نص او اكتر من نص، ولما ينطبق اكتر من نص والجريمة واحدة فبناخد العقوبة ايه؟ الاشد. فلو استعرضنا كده سريعا ايه الجرائم التزوير اللي جت، استاذ مصطفى خليك معانا، لو استعرضنا كده جرائم التزوير اللي وردت في الباب ال 16 اللي احنا بنقول عليه ده، هنلاقي
الجرائد اللي جت بسرعه، جريمه اسمها واحده واحده كده يا استاذ مصطفى، جريمه تقليد او تزوير الاوامر والقوانين والرسوم والقرارات مش عارفين اللي جت في الماده 206، جريمه تزوير الاختام والدمغات والعلامات للشركات المساهمه اللي جت في الماده 206 مكرر، هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل بس احنا بنستعرض سريعا، جريمه الحصول على اختام دمغات او علامات حقيقيه لاحدى المصالح الحكوميه الماده 207، تقليد او استعمال ختم او دمغه او علامه لاحدى الجهات اللي ايا كانت او الشركات الماذونه من قبل الحكومه اللي هي بتكون الدوله مديلها اذن او بتشارك فيها، جريمه الحصول تمام على الاختام والدمغات والمياشين واستعمالها مضر بالمصلحه العموميه ماده 210. بعد كده بتقول لي ان الجرائم ديت ممكن تحصل من الموظف العام او الموظف الغير العام، ماشي الماده 200 الا ارجع بصوره، انا اسف الماده 211 بقى و212 اللي هم موضوع الكلام بقى، الماده 211 و212 و213 اللي هم بتوع المحررات اللي هو موضوع النهارده بقى الرسميه والعرفيه. فهنلاقي الماده 211 جت عن المحررات اللي من الموظف العام، الجريمه لما تقع من الموظف العام، بعد كده الجريمه لما تقع من غير الموظف العام، ماشي اوكي لا لسه، بعد كده جريمه الاستعمال، ماشي يا استاذ مصطفى تمام، بعد كده جريمه التزوير في المحررات العرفيه اللي هي يبقى من 211 ل 214 هم 215 اسف هم الجرائم اللي احنا بنتكلم عليها النهارده تحديدا، اللي هي التزوير في المحرر الرسمي او العرفي، اللي هو المحرر الرسمي ممكن يزوره الموظف بنفسه وممكن الغير هو اللي يزور وممكن الموظف يشترك مع الغير، وبعدين في جريمه استعمال الكلام دوت، وبعدين الجرائم دي لو كانت في محرر عرفي مش في محرر رسمي. بعد كده بقى بنكمل الجرائم اللي موجوده، ماشي اللي هي تذاكر السفر زي ما بقول لكم جت حاجات كتير بعد كده، كمل يا استاذ مصطفى عشان نخش بقى على بعد كده ايه بدايه التعريف والاركان اللي هنتكلم في التفاصيل. بس يبقى ده كان استعراض لجرائم التزوير اللي جت في الباب او اللي سماها التقليد والتزوير اللي جت في الباب ال 16 الباب 16 من الكتاب الثاني في قانون العقوبات، لكن كلها بيجمع بينها العوامل المشتركه اللي احنا هنقولها بقى واحنا بنتكلم عن جريمه التزوير النهارده، فنبتدي نركز، لان انا لو فهمنا اللي هيجي ده خلاص مساله الكود والجرائم ومسمياتها الموضوع هيبقى سهل وبسيط جدا جدا ان شاء الله باذن الله. فاول حاجه لازم نعرفها هي تعريف التزوير، في كل اللي فات ده في عامل مشترك ان انا قدام ايه؟ تزوير. فالتزوير ليه تعريفات كتيره جدا وكلها منقولة عن تعريف فرنسي، إن جريمة التزوير أو التزوير هو إيه؟ تغيير الحقيقة. التزوير هو إيه؟ خلي بالكم بقى الكلام هيبقى مهم قوي لما نتكلم دلوقتي. تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرم بإحدى طرق التزوير التي حددها القانون تغيير من شأنه إحداث ضرر. يبقى تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرم بإحدى طرق التزوير التي حددها القانون تغيير من شأنه إحداث إيه؟ ضرر. يبقى ده تعريف التزوير، وده التعريف اللي إحنا هنمشي عليه بعد كده، لما حضرتك لما بقى محامي وبتجيلك قضية، وهنتعرض لمثال جميل جدا ومهم النهارده، القضية بتاعت زميلنا في حلوان. لأن قصة تغيير الحقيقة دي مهمة أوي في القضية بتاعت زميلنا في حلوان اللي هو محبوس على ذمة القضية حتى الآن. فأول حاجة في التزوير يبقى تعريف التزوير هو إيه؟ تغيير الحقيقة، بس مش بس تغيير الحقيقة، لأن شوف مش كل تغيير الحقيقة تزوير، تغيير الحقيقة بقصد الغش بطريقة من الطرق اللي حددها القانون بقصد إحداث إيه؟ ضرر أو إحداث ضرر. طيب التزوير بقى ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي، هنتكلم ده بالتفصيل في الركن المادي بس عشان الخريطه تترسم في ذهننا. تزوير مادي ان التزوير يتم بفعل مادي، ان المستند نفسه باين فيه التزوير. يعني بمنتهى البساطه اضفت اضافه، كشطت كشط،
كتبت توقيع لموظف ومش هو الموظف صاحب التوقيع، حطيت ختمه، حطيت دمجه، تمام. انما في مستند يبقى المستند كله سليم، لكن التزوير معنوي. في واقعه مزوره انت خليتها بصوره واقعه صحيحه، خدت واحده واديتها بطاقه واحده ثانيه وطلعت على الشهر العقاري وخليتها عمل التوكيل باسم الواحده الثانيه، التوكيل نفسه مزور؟ لا سليم، توكيل سليم ما فيهوش حاجه ماديه. لكن التزوير هنا تزوير ايه؟ معنوي. معنوي بايه؟ بحاجه هنشوفها بعد شويه لما نيجي نصور التزوير المعنوي، اللي هي انتحال صفه الغير، لانها طريقه من طرق التزوير المعنوي زي ما احنا هنشوف طرق التزوير المعنوي. يبقى التزوير ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي. طيب تاني حاجه نبدا نخش في الاركان بقى بتاع التزوير. الركن الاول تغيير الحقيقه، الركن الثاني الضرر، الركن الثالث القصد الجنائي، ده استعراض. نخش بعد كده بقى للركن الاول، ايه فعل التزوير؟ احنا قلنا ان التزوير ممكن يكون تزوير مادي، يبقى ركن المادي ان يبقى فيه فعل مادي يقوم به التزوير. وخلي بالكم ما نخلطش بين فكره التزوير المادي والتزوير المعنوي والركن المادي والركن المعنوي، دماغنا لازم تبقى صاحيه. الركن المادي في الجريمه يعني ايه الافعال اللي بتتكون بها الجريمه؟ فالركن المادي ده موجود في التزوير المادي والتزوير المعنوي. يعني في التزوير المادي واحد مضى امضى، الفعل ده هو التزوير المادي، حط ختم، ده التزوير المادي. طب في التزوير المعنوي الركن المادي اللي ست اللي راحت ومسكت البطاقه وادلت ببياتها قدام الموظف، هي دي الافعال الماديه اللي هي ايه؟ اتتها. لكن مالهاش دعوه بفكره القصد الجنائي، ده يقوم في التزوير المادي والتزوير ايه؟ المعنوي. طيب تيجي شويه افكار مهمه، يعني اعتقد فكره التزوير المادي واضحه صح؟ طب تيجي شويه افكار مهمه قوي بتعمل لبس بقى ومشاكل. اول حاجه فكره الصوريه. العقد الصوري، يعني لو اتنين اتفقوا مع بعض ان هم يعملوا عقد ايجار وبينهم وبين بعض، في حين الحقيقه انه ده عقد بيع، هل ده تزوير ولا مش تزوير؟ ايه رايكم؟ ها ما هو تغيير حقيقه اهو وفي محرر اهو صح؟ وفي ضرر. فين الضرر؟ ده بيأجر وبعدين بعد ازاي في ضرر؟ ها في ضرر ولا مفيش ضرر؟ الطرفين موافقين. طيب تعالوا نعمل حاجة لذيذة جدا بحب أعملها. اللي موافق إن ده تزوير مين؟ موافق إن ده تزوير؟ حضرتك موافق إن ده تزوير؟ اتفضل يا زبايلي. مين شايف إن ده مش تزوير؟ طب يعني حضرتك اتفضل. ها استاذ استاذ عطيه، ماشي استاذ ابراهيم واستاذ عطيه. استاذ ابراهيم شايف ان الصوريه دي تزوير، واستاذ عطيه شايف انها مش تزوير. استاذ ابراهيم انت شايف انها تزوير ليه؟ دلوقتي هو بيعمل معاه عقد ايجار، اه في حين الحقيقه هو بيخدعه. ايجار بيخفي واقعة بيع، بيخفي واقعة البيع، اه وعلشان يخليه يمضي اقنعه بان ده ايجار ومضاه من غير ما ياخد. لا 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 الاثنين عارفين، الاثنين عارفين. هو واحد مثلا ممنوع عليه البيع فحب يخفي البيع فاخفاه بشكل ايجار، فالاثنين عارفين. لا ده بيع ما صورية، احنا بنتكلم في الصورية رجالة. ده كده ايه؟ ده كده ايه؟ مش تزوير بالظبط. استاذ عطية بقى اللي هو قال لنا الرأي الصائب اللي هو ده مش تزوير، ليه؟ لانه هنا تلقت اراده الطرفين على فعل معين. الحاجه الثانيه مفيش ضرر واقع بالظبط، ومش قصه الضرر. هقول لك كمان ممكن يبقى في ضرر، يعني انا لو بخفي بعمل مثلا تاجير من باطن عشان اخفي الواقع على المالك ففي ضرر للمالك. لكن هي الفكره ايه؟ ان هذا المستند حجيته بين طرفين لا يلزم الغير بشيء، حتى ملوش تاثير، لان الغير يستطيع ان ينكره، يستطيع ان يتمسك بصوريته، وبالتالي حجيته قاصره على طرفين. فلو الضرر بين طرفين هم اصحاب الشأن وهم اصحاب الاتفاق وهم اصحاب القرار، ما اقدرش ادعي ان هو يحدث ايه؟ ضرر.
وعلى فكره الحيره اللي انتوا كنتوا فيها دلوقتي من شويه ما اعتبرهاش حيره، لان فعلا 99% منكم شافوا الاجابه الصح اللي هي السوريه، لكن ده فعلا تردد الفقه كتير يعتبرها تزوير ولا مش تزوير، لكن استقرنا في النهايه ان السوريه لا تعتبر ايه؟ تزوير. طيب حاجه تانية برضو تبقى وكاله مستتره؟ ايه؟ في احيانا بتبقى وكاله مستتره ما بين يعني مثلا زي فكره الوكيل بالعموله والوكيل بص اي تصرف مستتر بين طرفيه طالما ملزم لطرفيه خلاص. طب انا عدت عليا يعني في قرات قضيه ان زوج كان بيبعت مبالغ لزوجته انها تشتري املاك بفلوسه، لما رجع قال ان كان في وكاله ما بينهم وكده، فما ما اعترف يعني انكرت. هي الوكاله دي كانت مكتوبه؟ هي عشان هو ممنوع عليه يشتري، لان هو ملفات. انا اقصد احنا دلوقتي في هي دي الفكره اللي انا عايزه اوصلها. هو كان هيثبت منين بقى دلوقتي السوريه اللي حصلت؟ يعني مثلا عضو مجلس شعب قال ممنوع من التصرف، فهو عمل ما هي السوريه. خلي بالكم يا جماعه، السوريه وسائل اثباتها في المدني مش في الجنائي. السوريه وسائل اثباتها ايه؟ الاصل في اثبات السوريه اثبات بورقه ضد. يعني حضرتك كده لما تيجي تعملي تصرف زي ده انت كمحاميه وجيتي بتستشيرك الموكل او بتستشيرك الراجل، بيقول لك انا هبعت لمراتي فلوس بس انا ما اقدرش اشتري باسمي، فانا هخليها تشتري باسمها، فاعمل ايه؟ فانت تقولي لازم يكون انت معاك ورقه اسمها ورقه ايه؟ ضد. التصرف اللي انت اديته لها ده بتعمله تكتب الورقه دي، تاخد تثبت على عكسها عليها نفسها او بورقه مستقله ان التصرف ده والله تصرف غير حقيقي وتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فهي دي الفكره اللي انا وسيله اثبات السورية، لكن برضه في الحاله دي مالهاش علاقه بايه؟ بالتزوير. طيب ايضا نيجي للركن الثاني او البعض بقى كتير جدا من الفقه ما بيعتبروش ركن، بيعتبروا شرط. يعني في ناس تقول اركان التزوير ثلاثه، الركن المادي اللي احنا بنتكلم فيه التغيير الحقيقه، والركن المعنوي والضرر. فالبعض بيعتبر ان الضرر مش ركن، الضرر ايه؟ شرط. بس موضوع الضرر ده فيه كلام مهم جدا 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 جدا. ايه هو؟ اول حاجه ان الضرر في المحررات الرسميه مفترض. يعني دايما لو انا عندي محرر رسمي الضرر في المحرر الرسمي ده ايه؟ مفترض. ما ينفعش ان انا اقول تزوير في محرر رسمي وبعدين اصله ما حصلش ضرر. ليه؟ هو المحرر الرسمي ده المفروض الهدف منه اساسا ايه؟ ثقة الناس في الاوراق الصادرة عن الدولة والحكومة والموظفين العموميين، صح؟ فمجرد العبس بهذه الثقة يعمل ضرر. وعشان كده لما بنيجي نقول ان الضرر بينقسم لعام وخاص وضرر ادبي وضرر مادي، من اهم التقسيمات هو الضرر العام والضرر ايه؟ الخاص. ففي المحررات الرسمية الضرر العام دايما مفترض. محكمة النقد استقرت ان انا طالما التزوير وقع على محرر رسمي اذا الضرر قائم. طيب هنستأذنكم بس نطلع لقدام سنة يا ريس، ما نعمل تصرف تاني نعمل او هات هنا هات هنا نكمل. فقلنا انواع الضرر، ممكن يبقى ضرر مادي وممكن يبقى ضرر ادبي. طب مثال الضرر المادي معروف، اي حد هيسيبه ضرر في امواله، حد مثلا زور عقد بيع رسمي او عقد مشهر عشان يستولي على ارض حد، فالضرر المادي معروف. لكن هو السؤال ممكن التزوير يعمل ضرر معنوي؟ لو ما فيهوش اي ضرر مادي؟ ها انتحال الصفة في ايه؟ حالة مثلا اوراق لشخص معين وهو انتحال صفة موظف. ايه الضرر المعنوي في كده؟
يعني شوف بقى تحس احنا بدأنا كلمة معنوي أو أدبي نخلط بقى بين فكرة الركن المادي والركن المعنوي لا أو التزويل المادي والتزويل لا المعنوي هنا بكلم على الضرر المعنوي يعني إيه؟ الضرر المعنوي ما تسمعه في أي حاجة اللي هو اللي بيصيب الإنسان من أذى شرفه وسمعته واعتباره والهم والحزن هو ده الضرر المعنوي اللي هو يتعب نفسيته سايكولوجي. هو لو سمحت كده لو امتحن الشخصيه طب هو كده جاب اذى الامتحان الشخصيه الاذى ده بقى ايه هذه يعني مثلا لو هو عمل الاذى بتاعها اثبتها افرض ان هو اي حاجه مخله او اي حاجه بتسمعها فكده هو هيجمع بين الضرر المادي والادبي برضه في الحاله دي. انا عايز حاله كده ضرر معنوي تزوير يعمل ضرر معنوي بس. اقول لكم على مثال قضيه فعلا حصلت وكانت اول حاجه حصل فيها التزوير. واحد حب يأذي واحدة فكتب جوابات غرامية وحط عليها توقيعها وأرسل الجواب ده لأبوها. فهنا هل في ضرر مادي؟ لا خالص. لكن هنا في ضرر معنوي. أبوها لما البنت أكدت له إن هي مش هو مش هي صاحبة الخطاب ده فراح تقدم بالخطاب للنيابة العامة وأثبت إن الشخص ده هو اللي جايبه له فالنيابة حققت الموضوع ونزلت فكانت المحكمة إدت براءة فالنيابة العامة هي اللي طعنت. فاللي حصل إنه محكمة النقض قالت لا إن التزوير يحدث حتى لو كانت ضرر معنوي لأن هنا هو حصل لها ضرر بس ضرر إيه في سمعتها وفي اعتبارها وفي شرفها. وبالتالي الضرر قد يكون مادي وقد يكون معنوي قد يكون محقق وقد يكون محتمل. ما انا النهارده لو رحت مثلا عشان ازور عقد بيع عقار ازور عقد بيع عقار فعقد بيع العقار ده صاحب الشأن اكتشف عليكم السلام فصاحب الشأن اكتشف فراح على طول لحق نفسه واثبت التزوير ما حصلوش ضرر مادي بس هنا في ضرر ايه لا في ضرر مادي بس ضرر احتمالي بس ما حصلوش ضرر محقق. انا تعبيري مش دقيق ما حصلوش ضرر محقق ها لكن كان في ضرر ايه احتمالي. محضر نزل يسلم اعلان لواحد ما لقاهوش فراح اثبت ان هو سلم الاعلان لواحد تاني او على ان هو ده اللي صاحب الاعلان واستلمه على اساس يخلي الراجل ما يحضرش الجلسه فالراجل جه حضر الجلسه ما فيش ضرر لكن الضرر هنا محتمل كان محتمل انه ما يعرفش بالاعلان فما يروحش الجلسه وهكذا. يبقى الضرر قد يكون مادي وقد يكون معنوي او ادبي قد يكون محقق وقد يكون احتمالي قد يكون ضرر عام او ضرر خاص. قلنا الضرر العام فيما يتعلق بالتزوير في المحاضرات الرسميه دايما مفترض اما الضرر الخاص فده هنا ده بيبقى في المحررات العرفية. يبقى اي تزوير في محرر عرفي ما فيهوش ضرر لا جريمة خلاص قولا واحدا. عشان كده احنا عندنا خط وهديكوا بقى المثال بتاع الحالة دي بقى فكرة الضرر لان دي بقى قضية حلوان يعني هنتكلم في اللحظة دي عن قضية حلوان. ايه قصة قضية حلوان؟ احد الزملاء المحامين على علاقة صداقة باحد السكرتير فهذا السكرتير القاضي يفوضه في نهاية الجلسة مش بيسيب له ان هو يكتب محاضر الجلسات ويكتب الاحكام الغيابية واما بيجي القاضي بيمضي عليها. فالسكرتير قاعد في نهاية اليوم بيعمل الكلام ده الزميل المحامي جاي يشوف قرار في الاجندة فقال له النبي اقعد ساعدني فقعد عشان يساعده فعمل ايه نقل له في الاجندة أربع قرارات وعمل له أعتقد محضر جلسة من البيانات اللي هي موجودة تمام حاضر فلان وفلان وقرارات المحكمة لإنقضاء الدعوة صلحا لأنه بيسيب له التصالحات وبيسيب له الحاجات دي. فاللي حصل الله أعلم بوشاية بحاجة معدي صدفة رئيس النيابة معدي فوصل فلقى الوضع ده فطلب من أمين الشرطة اللي موجود إنه يتحفظ على الزميل المحامي وعلى السكرتير. أمين الشرطة رفض وقال له نقابة المحامين هتعمل لي مشكلة اديني أمر مكتوب ما تدينيش أمر شفوي راح مدخل أمين الشرطة معاه مش دي القصة. المهم
حصل أزمة بعد كده تتعلق بالنقابة، أزمة نقابية في طريقة استدعاء أعضاء المجلس، وإن المحامي ما استناش ومشي، مش دي قصة مطلوبة. أنا خليها في الجريمة نفسها. المحامي ما استناش ومشي، صدر له أمر بالضبط والإحضار، حصلت الأزمة الكبيرة وطلب المهم في النهاية، برضو مش هخش في مسائل النقابية اللي اتكلم فيها بعد كده، لكن في النهاية جه المحامي واتقبض عليه. فبقى عندنا هنا بقى فيما يخص جريمة التزوير حاجتين مهمين. زملاء كتير بيتكلموا في الموضوع وقاعدين يدفعوا بانه ايه مفيش جريمة لان مفيش ضرر، صح ولا لا؟ ها، مين موافق ان مفيش جريمة عشان مفيش ضرر؟ الضرر اشكرك، هذه مش محتمل، الضرر مفترض. وانه والبعض قالك ايه ده مش محرر رسمي، هو لسه محضر الجلسه بيتكتم ما بقاش محرر رسمي، هو محرر رسمي بحسب المقال. لكن قولا واحدا الزميل اخطا، يقتضي عقوبه تأديبيه، لكن لا جريمه لا تزوير، مش عشان الضرر، لا تزوير عشان ايه؟ مش قصد جنائي، مش تغيير، مش محرر، مش تغيير للحقيقة يا باشا. هايل يا أستاذ سامي، لا تغيير للحقيقة، لا تغيير للحقيقة، فين تغيير الحقيقة؟ إذا القاضي تمام أصدر هذا القرار وأقر أنه هو الذي أملى ذلك على السكرتير وأن هذا هو القرار الصحيح الصادر في الجلحة، هل هناك تغيير للحقيقة؟ إذا لا جريمة. جوهر التزوير هو تغيير الحقيقة. مفيش تغيير للحقيقة يبقى مفيش جريمة. اتفضل. لا مش هكسب. لا لا اتفضل، فاهم، مش هكسب براحتك. لو احنا من باب تغيير الحقيقة. يفترض أساسا إن الأساس الحرر بيفرض. ما هو وصل. تمام. وسبب أساسا من الخلود إنه أساسا اللي محرره المحامي وليس الموظف العامل. تمام. ده تغيير الحقيقه، لان في حقيقه اساسا قانونيه قبل كل الكلام، حقيقه الواقع وحقيقه قانونيه. الحقيقه القانونيه بتفترض بداءات، عشان ادي الرسميه للورقه دي اللي محررها موظف عامل حدود سلطته واختصاصه، فهي تزويد فورا واحد. طبعا احترم وجهه نظر حضرتك، لكن طيب هذا يقتضي، هخليكم تردوا يا طبعا، بس قولا واحدا طبعا لا. ليه هذا يقتضي كلمة الحقيقة. الحقيقة هي ما أعد المحرر لإثباته، هي دي الحقيقة المقصودة. يعني بمعنى، وعشان كده أمثلة كتيرة جدا بقى، واحد راح وقال في وثيقة الزواج انه ليس بعصمتي زوجة اخرى، وطلع متجوز واحدة تانية. لا تزوير المحرر غير معد لإثبات، لان المحرر لم يعد لإثبات انه متجوز من اخرى ولا مش متجوز من اخرى. هذا هي دي الاقرارات الفردية. فكلمة الحق يعني لو واحدة قالت ان حاجة مهمة تقتضي ان انا اقطع. اتفضل. سؤال بس. عايز اقول لها تصوير، يعني انا مثلا لو واحد بتاع المحكمه هنشوف الاسم، عايز اعمل نقش ولا طرف كويس، وجاي واحد متهم زي ما انا ما اعرفش، وجرد لبسه الشباب فيه نظر، فجاء عمل المحكمه كويس، وانا محقق نظر كويس، وقدر المحكمه على هواه او على ما انا قلت له، هو ما فهمش على القضيه كويس، ده ما يبقاش تزوير. لا مش هي هنا الحقيقه اتغيرت. لا بس ما هو ده محامي ده، ايوه هنا الحقيقه بقولك المحضر ده محرر لاثبات معين، الحقيقه تغيرت اذا كان ده يرتبط باشخاص اخرين او يسبب ضرر الاخرين، لكن اقراراته هو بيقول عن نفسه لا تزوير. ما هو كتب غلط بناء على ايه؟ لسانه هو؟ معرفش، انا قلت له مثلا ان هو اتضرب كويس، هو كتب ان هو اتضرب بس في زمن غير زمن مثلا. حلو، يبقى ده تغيير للحقيقه ولا ليس تغيير للحقيقه؟ لا مش نفس الحكايه. ازاي نفس الحكايه؟ انا بقول لك النهارده المستند ده محرر.